يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيك تاي وعن كجا عارية دي وحياله ليس مانيسين اي مرنوا اسبابها نفلو هوكو انتقالاني مرنوا اليسو حقا لقو اقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعن كجي عاريدي إيا وحياله ليس مانيسين أي قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلي وتجوز العارية عاريض وبنانت مطلقا حال عقد يدا سود لاقيهي من غير تغييد بوقت أيضا عن وقت لقو قيدنا لقو دبر ومقيدا يأسه لقو قيده لقو دبر بمدة لا بد عريض وبنانتاي أي بوقت يا مدة لقو تشيدا كعرت قوحنك أمانيسي هذا ثوب مرضا شهرا بل وفي بعض النسخ وتجوز العارية وبنات مطلقة حالة تيمد لا إدلاقي أو لسيد أيام وحبل وحرن ومقيدة يا حالة تيمد له قيدة بمدة مدو وللمعير هي معير كهيا مانيسي وحصر ذي الرجوع إنه كن غضو فيها عارية أما فيهما يعني تام لغدا يتام مقيدة أبا متى شاء قرط ودونين كن غضو أيو ليه وعشاق لي رحمه الله تعالى وتجوز العارية عارية وبنانتهي مطلقا حال عقد يدا سيد لاقية هي ومرك عارية أو بمعنى عقد يهان لا يجي يا مرك لقى حالنا مطلقا حال يا عقد يدا مثل إدلاقي من غير تغيير من وقت وقتك قيددي يكو حريدي أيضا لقى إدلاقي أو ليني وان كو أماني سيئي كليا وح وقتيا انتا سان كو أماني سيئي انتا سا سوا يسالي سابين دماء الورنين ومقيدا يا حالو يا عقد يا ذا سميد لك وقيدة بمدة أي بوقت وقت لك وقيدة أو ليني مدة انتا لك ايان كو أماني سيئي وطسوا يسالي سا كاعرتك هذا ثوبا مرضا ايان كو أماني سيئي شهرا بل ايان كو أماني سيئي واتي مقيدة ذا هيد تمد لقد هنا وحوية ديوانك أماني سيئون وأن وحم داء لو يلين وفي بعض النسخ نسخ يقارك ودوحة وتجوز العرية مطلقة حال عرية ذاسي وهي عرية ذاية مركة مؤنث لفظي أهانا مطلقة حالة مدل إدلاقية أن وحم لقو قيدين ومقيدة يا حالة عرية مدل لقو قيدي بمدة تاسي أنا كون أكسنيت بالين مركا إستاتا يا أما مطلقة أما مغيضها هاتي هذا نوح لولي المعير وحوصنا ذيك أما نيسي الرجوع فيهما عريضا مطلقة هم وقت الله يالين يتا وقت الله ياليبا إنو كن نقضاء يوصنا ذي متاشا قرطة ودونه معير وكري أما هي مستعير لفديسنا إنو علي أبو ليهي وحالك أول أحسنان له إدبالي ولكل من المعير والمستعير الرجوع فيها متى شاء قرطة ودورين وكن نقضاء يا أوبنان أو سراتين إلى هذا معير نين سوع الشذاب لا يلا شيئا كما ليس يسي مستعير نوح لا يهين يسكعليو شيء مركا وما ليس إلى هذا إيقاه وحالي نقول إسام مركا نسان لأن عقود جائس طرفين كاهيد أي نقول إسام وحنا يقول فسق من سامر جاء وحيالي أي وكالة يا شركة يا إنه صمرني أي يقول فسق من شرير هادو متكود دينتا أما واش أما ميردو صمرة أقد يا سو فسق بيا
waxay markaa ka soo reebaan ku noqoshada muciirku uu ku noqonayo dhowr masale oo masale hadduu maro u ammaanaysiiyo inuu salaad farale ku soo tukado ilaa uu salaadda dhammeeyo kagama noqon karo. waxaa ka mid ah hadduu dhul u ammaanaysiiyo inuu wax ka beerto ayana ilaa dee zaraca waqtigiisii uu gaadho kuma noqon karo ilaa qofkiiba khasaare ayuu ku dhacayaay. waxaa ka mid ah haddii uu masalan dee dhul in lagu aaso uu markaa u ammaanaysiiyo ama mayd markaa in lagu kanfa u ammaanaysiiyo ilaa markaa uu meydkaasi baaliyoobo kuma noqon karo masaa'ilkaasi ka soo reebaan. وللمعير الرجوع فيما متى شاء قرط دونه وهي أي العارية إذا تربت مركي نمطا لا باستعمال مأذون فيه استعمال يأذيس أن لا إذمن مركا وحنا هين يكون نمطا مضمونة مضنا مقدم وهي على المستعير مستعير كركيسة بقيمة أبال لكم مقربة يوم التلفي أمالة النمطي لا بقيمة يوم قبضها لكم مقربة مايو ولا بأقصى القيم قيموها كيو كنت أرانا لكم مقربة مايو فإن تلفي هذا يكون نمطي باستعمال مأذون فيه استعمال مأذون هو الله أقول هذا كي عارة ثوب وامر أمانيسين تي للبس حل الشدي سمرك الله أمانيسيو أو دبيتنا فانس حقا أو نقصامه أو إن ما حقا أما بو ترمو بالاستعمال وكترمو فلا ضمانا واحد ضمان يمك دوا أقول لي يا هاي مجرتو. وعو شيخ الله رحمه الله تعالى وهي أي العارية إذا تلفت مركي نمطو لا باستعمال مأذون فيه استعمال لو إذمي الله قراضي ولو أماريسي وحنا هين هدي أي كل نمطو مضمونة على المستعير كان مستعير كاهي أماني سيميد لغو مقربي أو مضمونة كأكور كي سوي يعني هدي مركا وحي لا أماني سي لا استعاري سي وحانا هين هدي أي كل ما تو أيضا هو مضمونة ومركا قفك ولغا مقربي وعريض مركا وحي كميتا عقودي مركاس يعني قاعد قاعدين ذا المركا يدو ضمان كمركا سين قرة يسي كل يهون مركا هدي استعمال كي ما دون كهاي الله إذ ماي أي كل ما تو أيوما المركا لما قدمينن مركا يسقى تاني نوش يجي دور وعر مضمورة على المستعير بقيمته أيوما تلفيها قيمها إلى هيد مالين تا إذ ما تي أيوما مركا لقوم مقدميا أما متقوي أما مثليها تسير مركز أي حوشين يان قول يا كلام واحد لا ينما يا ده مركا متقوي ثم قيمة لقوم مقدميا مركا مثل تاين مثل جدي أي لقوم مقدميا وأنا يوم تلفيها مالين تا إذ ما تي أشياء وبابا يوم أشك بحي قيمه أي رهيد أي لقوم مقدميا لا بقيمة يوم القبض مالين دي وقعند كل أي قيمة هي رهيد أيضا لقوم مقدمي ما يوم هذه كلا ده وح صوب حي مركا وحي استعمال كان مدون كإلا أقول هذا يكون نقصامي إلا ما قد رأي ياك صوب حي صام ولا بأقصى القيم قيموين كان مركا تي وقول يا ريد أي صوم مرتين مارنتا وقعند قول يا إيا مارنتا إذا ما تي قيمة يا شيء صوم مرتي كي قول يا رانا لو ما قد رأي مايو سيد قف قاسيب كاين وقارك دونه وحدة قيمها وقول دير مارنتا قعند يسوق الشيء إلا مارنتا مركا دي علين تي هذا اللي جربه قيمها وقول يا ريد صوم مرتين وقاسيب وقول ما قد رأي لكن تم بأقصى القيم كي قول يا رانا لو ما قد رأي مايو ده إذا إياه قول هالشيء يقف قريكو هيسي لكن غصب إذا إياه قول هالشيء ما هيسنين هدف إن تريبا هدف كل ما تو باستعمال مأذون فيه استعمال يقول إن شاء الله إذ ما يأيي كل ما تي وإحتراز جاء إذا تريبا لا باستعمال مأذون فيه دي ومعي كي عارة ثوب للبسه دوحة مركة أمانيسية مرأة يوحر شو أمانيسية فانصح قد بيتنوح نقصامي قيمه سيأي معين دي سوى نقصانتي نقصاعي ما فنس حق أي عينه عندي سي مقالك سوى نقصامي أو إن ما حق أما واتر ميبا شيء بمركة دواء بابا يوم مركة واتر ما يوم يشي وحبك بصوهر سياسو مركة كبابا بالاستعمال استعمال كي مركة ما دونك هيا الله أقراضي أي مركة كترمي
فلا ضمانه وح ضمانه وقف قال لقى لا ياهي ما شرته لأنه وح على قاعدة بغيابة وحث الجواز الشرعي ينافي الضمان جواز غياب بنان إذا الشرعي ياهي وحدي إذا وح ضمانك الله إذا هذا يعني لو إسكهري من يوي إلا إذا وقف وح أول لقوه أقول ياهي يا هذرين لقوه هذا واد ما قدر بيسا مركا أقول إن شاء الله أقول هذه الشرع جو أقول هذه إنه حلو ما دام هو ما نسي مركا سنو حلو أيه حلو شذا ويحي كن وصامة أما مركا ما شو هذيك قبل حضو أيه ما شو كسارة يا مركا فلا ضمانة واحد ضمانة هو اللي يقول لي هي ما تشرتو فصل في أحكام الغصب غصب يدعي أحكام ديورها أيوف سليهي غصب isaga ayaa sheekhu ino qeydi doono oo waa hanti cid kale leedahay oo marka aad xaq darro aad ku qaadato waliba si muuqata aad u qaadato ayaa la yiraahdaa waxana lagu tilmaamaa kabiira min al-kabaayir inuu dhimmi dhimyalka waaweyn ka mid yahay waxaad qaadanaysa haba yarad ama haba weynad iyo may haduu nisaab sariiqa gaara ayuu noqonaya een kabiiran culimada qaar kood baa yiri غصب ياسي دعاسي وشي حارانو إلهي بني ولا تأكلوا أموالك بينكم بالباطل حولين دعدين حقوك لعنين باطل يا حق درا حقوك لعنين وحكروا النبي صلى الله عليه وسلم يديقين إيا حولهين إيا أعراضين إيا شرفين إيا دقين دكتين عليكم حرام حرام بيدي كتاي وحكروا حديث يساقنا صحيح بخاري مسلم وريين كانوا بخاري مسلم وريين وعن النبي صلى الله عليه وسلم من غصب غيد شبر من أرض قوب قد دعاه دلتا كذي معناها هرقا وعن قبا من نائم بن أدمي سيو دلتا وقبا خيل سيهاي إنا يتاكدا ظلمين أيام إن تاكدا مرقا لسكودي إنا وحي نواركينا يعني وحي يرى متر أما إن يرى داد اسكوها ينقوك لبحينين ويسكودي لي أي نواركينا مرقا قوف الظلميات تاكي قدرك ذو طويقا من سبع أرضين يوم القيامة تضوضا دولبا يعني انتا او ظلمي ايا انت قورتي صلى دير ايا قورتا مالت قيامها لو قلين ايا وهو هدواء اركان دي السنة دواء غاسب ايا مغصوب منه ايا مغصوب ايا غصبية وافرتا وغاسب وواكادع ايا مغصوب منه وواكالغادع ايو مغصوب او مركا ما مغصوب او كشي مركا لا دعيا اي غصب اي دعاه اركان دي سنه وانت وهو ادب غصب لغه حق اللغه العربيه اخذوا الشيء شيء هذا الشيء ما له ظلما ظلم اي حق در لو قاتو مجاهره ولي سله جهرده مقت لو قاتو وشرعا حق شرع الاستيلاء وقبص الشو إيا مركا كغالب نقوش على حق الغير عدك لحق إلاده عدوانا حد قذ بعض قبسته ويرجع في الاستيلاء للعرف أي الله قل نقن ودخل في الحق حقا نوحى صغري ما يصيح غصب وحو دعا صحي دعيس ومما ليس بمالنا نهين كجلد ميتة بخت هرقي بوي وخرج بعدوان نوحى كبحي الاستيلاء بعقد إن وقف مركا عقدي يعني كو قبصده وعولي الشيخ رحمه الله تعالى وهو غصبه لغة حق اللغة العربيه وعلى أخذوا الشيء ظلما شيء ظلمي إيا حق در لغته مجاهرة ولبا سلة شارد إيا موقشاء لغة أيا لي لهذا وهذه أن سموا قطاء لغة ذنين لمي لهذا غصب لمي لهذا هذا الشدة حولها عيد كلا ليه ذا هيل قادر يصدق قيبوت بالله قيبيا قبجن قادنا يا هدو أود يا أذكان شو وأقع تيا مغشو وحلا إلى ذا غصبي أما النهبي بالله إلى هذا وحيم مركا قادنا يا أود أيو عسكر يا يا أذاي أيو عسكر يا سمو قتلا وقادنا يا غصبي يا النهبي بالله إلى هذا ودع يا بوم hadii umarka inta uu wixii dhufto u big la oranayo si aan kuwan meqa moobilada la cararo oo kale ka ikhtilaas baa la yiraa waa dhufsade waa kaas umarka inta uu dafo inta uu la oranaya
waa labadaasiba marka ay la jahridiyo si muuqata ay tahay ayay qasbiga iyo nahbiga iyo ikhtiraaska noqonaysaa. Haddayse hoos ahaan tahay oo waxaan markaa wuxuu u qaadanayaa hoos ahaan iyo qarsoodi ay tahayna, taa sariqa ayaa la yidhaahaa, waa tuugadii iyada gacanta lagu goynayay. Marka wa sharcan xagga sharciyana wuxuu yihi alistilaaw waa qabsasho iyo markaa dulbixid calaa xaqil ghayri cid kale xaqay leedahay cudwaanan si markaas cudwaan iyo dulmi iyo tacadi iyo xadguduba uu qabsado ayaa la yidhaahdaa. wayurjacu fi listilaai xagga istilaaga iyo qabsashada qasbiga noqonayana lilcurfi curfiga iyo dhaqanka iyo cadada loola noqonaya oo wixii had iyo goorale aan daabid ku lahayn sharciga iyo luqada toona waxaa loo celiyaa curfiga iyo cadada meeshaasaa loo celiyaa. marka wixii curfi ahaan iyo dhaqa ahaan dadkaasi ay odhanayaan waa istilaa iyo qabsasho qasbi bay noqonaysaa. wixii aan qabsasho aan la odhanayn lama odhanayo, marka curfiga iyo waxay dadku u yaqaanaan ayuunbaa loo celinayaa. waa wixii markaas maguurtada ahaa, wixii manquul ahaa dee iyada markaas hadduu qaato iyada qasbi baa lagu tirinayaa. dee waxaa laga yaabaa masalan iminka daartii oo kale ama baloorkii oo kale hadduu yidhaahdaa uma soo dhowaan kartid oo halkaa markaa u fadhiiso isagoon qabsanin oon gelinba buu halkaa qaasib ku noqonayaa. mararka qaarkood qasbi wuxuu ku noqonayaa dee hadduu galu ka hudiyo ayaa qasbi loo ictibaarinayaa. marka wixii curfi ahaan istiile iyo qabsasho xaqiir lagu tirinayo qasbi bay noqonaysaa, wixii aan lagu tirinayo qasbi ma noqonayso. wadakhala fi lxaqi xaqa wili calaa xaqi lghayri xaq ay leedahay cid kale maa lilghayr ma odhanin, leanno dee maal wixii markaa qofku milkisan yahay baa la yidhaahdaa. laakiin xaqu lghayr waa ka caamsan yahayoo wuxuu ikhtisaas ahaan u leeyahay ayaa ka mida. masalan iminka dee ayga iyo mucallamkaahe wax la baray haragaa bakhtiga ikhtisaas baa la yidhahaa, khaas unbuu ku yahay mooyaane, laakiin milkigiisa kuma jiraan. masalan dhul oo kale ayaan markaa dhammaynin ixyaagiisi oo taxajur ayuunbuu ku sameeyey, taxjiir unbuu ku sameeyey, ikhtisaas baa la odhanayaa. markaa saa daraaddeed buu markaa xaqu yidhi wadakhala fi lxaqi waxaa soo galay maa yasixu qasbuhu wuxuu dhaca maa yasixu qasbuhu wuxuu ansaxaya dhiciisu oo mimaa laysa bimaalin aan xoolo ahayn oon xoolo lagu tirinaynin ka jildi maytatin waaba bakhti haragiisii oo kale dee xoolo ma aha, laakiin dee wuxuu markaa intuu magdi xoolo u noqonayo weeye. wa kharaja bicudwaaninna waxaa ku baxay alistilaaw bicaqdin yacnii ku qabsasho caqdi iyo heshiis markaa qof uga qabso. masalan qofkii wakiilka ahaa iyo kii la ammaano dhigay, kii kiraysay, kii ammaanaysay, kii la rahan dhigay, dee xaq cid kale leedahay buu istilaa ku sameeyuu haysaa, laakiin cudwaanan ma ahee, dee waa bicaqdin oo heshiis ay galeen labadii qof ayuu markaa qofka gacanta ugu hayaa. waman khasaba maalan xoola qofka dhaca liaxadin qof u sugnaaday lazimahu waxaa ku waajiba radduhu inuu celiyo limaalikihi kii lahaa uu ku celiyo walow qariba hawa magdhabo calaa raddihi celindiisa adcaafa qiimatii qiimihiisa laban laabiyadeed baha ku magdhabee. walazimahu aydan waxaa kaloo ku waajiba arshu naqsihi nuqsaandiisa kabkeeduna waa ku waajib in naqasa hadduu nuqsaamo kaman qasaba thawban waaba qofka mara xaday ee maro dhacay oo falabisow xidhay aw naqasa min ghayri lubsin ama xidhasho la-aan ayuu nuqsaamiba. walaasimahu aydan waxaa ku waajibaya ujratu mithlihi shayga la midka ay ujradiya mushqaaduu soo saaro ama low naqasa almaqsuubu hadduu biruqsi sicri hadduu ku nuqsaamo falan yadmarhu alghaasibu cala saxiixi ma magdhabayo. wa fii bacdi nusaqi waxaa ahaa waman ghasaba maala mri'in qof xoolihii ka dhacaa ujbira waxaa lagu deqinayaa biriddii ilaa aakhirihi saas ayuu ahaa. waxau sheekhu leeyahay raximahullahu tacaala halkan saddex arrimood oo qofka qaasibka ah ee dhaca sameeya waajib ku ah ayuu halkan noo gelayaa. wuxuu yihi waman khasaba qofka dhaca maalan xoolo ayuu dhacay liaxadin qof u sugnaaday oo qof leeyahay
ولو ذمي بها هذا قال لها أمريكا عندها حجوقنا عندها حجوقتها قال أن شاك وجوقتها بهاته لزمه رده إنو عليو إساقو عليا أما وكيل قيسا وكو عليا أي واجب كوا وليبا سيدك ديقان أمريكا سو عليو اللهم يعني وحي كسور ريبان وحي علي يرير أي كسور ريبان ومثلا هدو الله حضو دون مركا بد مريسا ودبيتركم اسمارو هذا مركا وهدي مركا الله حين لقى صارنا اي بيه مركا سوكريا كاسو كلي هد علين دي سقوها جيب ميسو الى انت مركا دي باء حالي لقال ايو وان لقو ديني مركا لازم ورده انو عليا واجب كوا على اليد ما اخذ حتى تؤديو قعند واحا كورك هذا يوحي قاتل ديك قديسو لمالك عدي رحيد انو كعليو oo u gaarsiiyo ayaa lagu leeyahay inuu hordiya soo dhigo oo ilaado waa ka sheegaya qaado walaw gariima haba magdhabo ala radii arinisa haba ku magdhabo ha ku bixiyo adcaab qiimati qiimuhu shaygan ilaalla malabiyadi amsaaliye wax lamido farabadan haba ku bixiye inuu celiya waajib ay ku tahay معناها أجرادة يا مشغايدة وكعلنا يا نكي لها وكعرسين أيو إساقا يا لقول لي ولو قيمها شيء لله يحي لبن لا بيدي ما حطكته ولازم أيضا وحك لو كل أسيب أرش نقصه نقصان تيسا كبك هذا وعي نقصان كي مادة أيضا كبك هذا لو لقول لي يحيو مثلا شيئا دي محل لقيمين مركا إساقا سليمة وحال رواه بقول إمكوا نقصامين وامحوا سديتر ده لواتن كانوا ورعين يا شيءنا وعليه لواتن كانوا ورعين يا وارش نقصي ولزيم هيدا أرش نقصي نقصان ده كتبي كم كذا ورعين يا إن قصة هدي أي مرة نقصار تبادو نقصامي وياي وما كمان قصبة ثوبا وقف جم راح هذي فلبيسو مرضي أيوه حداي حدا شاء سكون نقصامي دبل أو نغس من غير لبس أما حين الشرعان يكون نقصان بركي أيام مركز قبتي ودل دل وشو إساقون حلانين إساقنا مركز واكو أجيب إيايو وحاسي أما وحو إساقو مركز سبي إيها آت أما وح مركز إنتو قعند قوة يكوي ما دا نقصان دا كتب هاد نقصان دا كب كيدا نوالولي وأول إسلام لذا هل كائن صار رعيا أما لو نغس المغسول برخص سعره فلا يضمن الغسل على صحيح أنت إنه هل كائن صار رعيا بكم أنا إسرائيل بري لكن هل كائن ما يودي وأنا مركو دواعي النقصان مركا عندي سكتمي أي مركا كتب أدوي واللازم أيضا أجرة مثلي وحكر الله قوي أنا يا شيء قال لميتك مثل مش غايد دي سي أيا أيانا اللقوية لنا أيا مددها أمريكا وقعندها ولو منفعة دي سبا يانو أوف صنينين أما لو نغسل مغصوبه هدو شيء مغصوب كيلا دعي نغصابه بنغص سعره سعر كيو أيوم بهوصو دعي أو قيمهم شيء نكرها أيوم بسوق هوصو دعي فلا يضمره الغاسب على صحيح ما مقلب يلي أنه شيء دعي حالة دي سيبو كباقيه سعر كان مركا دعينا دي وحي ساقا مركا قفا كباح سوي نقصان مركا فعل قاهي وكسب أيو أما انتو أيو كتب أدى أيوم بلوية رأي لكن تنوارين حقا كتب سعر كواقف ما مقلب أيو وفي بعض النسخ ومن غسب ما لم رين كدعه أجبر وحل قدر غيره برده وأرش النقص وأجرة مثله إلى آخره معنى أساسوي معنى هنا وحي نقريسا مثلا هدا ذي مخقار دعضه وحا لقاربا قارقين أتسوع لسو وحا لقاربا قارقين هدين نقصان كتب هذا نقصان ذا كم كذين أتسرع عيسو waxa laga raba mushaydi uu soo saariyo waxa la leeyahay ninkani gaariyan waa maalanay maalintii muxuu soo saarayay maalintii wuxuu soo saarayay $30 imisana uu haystay bil bishaas $30 roogu dhufalayaayo wuxuu soo saarayayna waa la siiraya walaw yaanu oofsaninba way manaaficdaasi markay ijaarada tahay markay tan tahayba fawaad iyo tafwiid labadaba waa lagu magdhaba فواد هدي عيسك تكتا أيضاً لإستعماله ولا مقدبا تفويض هدي وصبيو تكسيه إساقو أو استعماله ولا مقدبا
فإن تريف المغصوب شيء مغصوب قال دعي هدو دينتو لمنه الغاسب بمثله بكم أقربي إن كان له أي المغصوب مثل هدو ليه ولا سعى أن المثلية ما حصره كيل ووحى ميسخوبي أو وزن أمام ميسان وجاز السلام فيه سلام نكو بنايه كان نحاس إيا وغدن بوي لا غالية لي ومعجون أيضا ما وذكر المصنف الضواب المتقال الضمار المتقوم معنى وحك شيء في قوله أو ضمنه بقيمته بكم مقدويا إن لم يكن له مثل هدان وصنان بأن كان متقوما وإن يهيب أو وقت لبد قيام قيمته أي سخرابته أكثر ما قيمه يقبض نابك مقربي إيه كان ذي هاتم يوم الغسب إلى يوم التلفي لقصه قاريو والعبرة في القيمة عبرة حق قيمتنا بالنقد الغالب والنقد هي العيت غالبك فإن غلب النقدان حتى إلا والعق والغالب نقدان وتساويا أي سنمان قال الرافعي لعين القاضي واحدا منهما متكم إذا أي عيما يا أولو مقربيا وعشاق الله رحمه الله تعالى وحين نري شيء هدو باقي هي وين عليا هذه الشيء ودعي ودنت أو بابو سيدابو علم يابا ميشة تالا مرقا دو عرفين تريف المغصوب شيء مغصوب كأيال دعي متمول كي حولها أها وحيالان كرا اختصاصات كي يأيال قلوا مقدبو ضمينه الغاسب كي غاسب كأهي دعي ومقدبيا أما آف سماوية إيهو حر ألك هجيمي وحنون بو قاضي ودي ترساسو نفقول انتها كود انتو أما ماذا أن الضمان إني وحي الذي سوسي حربي قال حربي أكره هاي تلافيو أما غاسبك هاي تلافيو أما وقف قراء أجنبي هاي تلافيه مركز سوى قرار الضمان مركز ويسي كل جيسي ضمينه الغاسبك ها غاسبك ها دعي أيام مقربية محوها الضواكم مقربية بايس ويدين لي أشياء لما قربية لما قيبوض بيو قيب سوان مثل إيه متقوم بيوقي بسوان وحي مثل أنا محلم يضبع لكم مقدبا وحي متقوم رقيمي إساء لكم مقدبا مثل إيه متقومنا هل كأيشا في عيادك هكهدلاني وهلكن باب الغسب مكهدلان ما لها كلاب بمثل إيه بقيمتي أيوب أدرك إساء لكن هل كأيكو قيحان محوية مثل محوية إساء متقوم وهو إيه وهلكن مركا بمثله إساو كرا أيوكم مقدبايا إن كان له مثل هدي مركا مثل وصقنا هذي إن أي المغصوب هدو مثل وصقنا هذي إن كان أي له أي المغصوب مثل هدو صقنا هذي مثل كيس أيوكم مقدبايا وهدي لكن مثل كاسي أقيم اللي يحيي وعلى ذن هدية أن مثلا قيمة لهين أيضا مثل جيسا لقو مقدب ما يأي قيمه مركو دعي لهابوكو مقدبية تصالوا وحيكا سوقاتان تشيلال قاري قاري صاره بيدانا سيديكي أينو صمرني أوكري هدو حبت بويدو هو مركاتو لياشا وسعوتا دحدا يسكو تاقو دوادو دعوه دبيتنا مركي روب كده قال لي سوي ما دو بي ميل والبوريهين هدا بويدي بلغان كاغا صور دامين ايام بركدا لقي يلي مايو لانو واحد قيمو يمكالي يهي حريد دبا ميل والبورانو مكيرتو مركانا واحد لاركين اي بويات يعني هلقي فوصو دي اي مركا اللباتين يكونا مستدون يكونا حيد مركا تالقي يلي مايو حال اللي يهي قيمي اي مركا اللي هدا قيمة مراها مثل قيمي بحبال اللي يهي تاس ايا مركا دي واحد انو مهرات سينو صو شايني هدي مثلا دي دين لسكولة هايو لعقتي لسكولة اي قيمة عدم ماشا باي كبعضو سيال لعق سومالي قيو كري قيميها اي مركا لك لقاتي اي لحيد امو حيقوني سوال او مغنوية تانو هوري انو مركا او قصو هذا اللي باب كي مركا اما هذا ولا صحو هذا با ان المثلية مثل محال الى هذا مثل وحال الى ما حصره كيل او وزن وحي كوبي ميس أم ميسان معناها وحي شرعي كضب ديي ميسد أم ميسان
شرعا وحي لقو قدري ميسد أما ميسان معنوه ما وحي لميس كرا أما لميسام كرا قارق أول لميسام كرا أورك أول لميسام كرا سألوا قبل شيدو وحو إلا معيار الشرع وحي نصو شاقنا الشرع وحو وحكو بيقو أيها تلو وحو وحا لقو بيقا ميس وحنا وحا وحا لقو بيقا معيار كيسو يا ميسان وحو وحا لقو بيقا دنومين وحو وحا لقو بيقا ترين marka wixii sharci ahaan miyaarkiisu yahay ee waxa wax lagu kala gatee lagu ibsaa itay in la miiso ama la miisamo wa qayd wajaasa salamu fihi waliba waxyaali salamku ku banaanaana ah waxyaali muxtalid ka ah waxyaala badan la isaga geeyay ee inu di salamka kuma banaano wasfi iyo tilmaan baan lagu dabdin kareynin kuwaas oo meesha ka saaraya wixii markaas salam ku banaanay ee la tilmaami karayay ee la miisay ama la miisaamayay waxa la yiraahdaa misli wixii aan inta ahayn ee la miisin ama aan la miisaamin ama hal la miisay ama la miisaamay laakiin salam aanu ku banaanayn wixii muxtalidka ay waxyaalaha fara badan la isaga geeyayna waxa la yiraahdaa mutaqawwim saas ayay markaas shaaficiyada ragii qudamadaha markaas ay ku qeexaan mithliga iyo mutaqawimka qoryahan mucaasiriin duna ayaguna saas ayuun bay wax ku dhow ma yidhaahdaano qaar bade maa laa yakhtalifu ajzaau nawci alwaaxidi minhu bilqiimati aw fi ljirmi walqiima waa waxa aanu iskhilaafaynin noocyada midka noocyadiisu aanay iskhilaafaynin xagga qiima ahaan ama xagga jirmi ahaan iyo xagga qiima ahaan kaanay isku khilaafaynin ayaa la yidhaahdaa maantana dee qawaalib iyo waxyaalo fara badan oo wax lagu sameeyo oo lagu jaangooyo oo wixii isku wada mid ka dhigaya ayaa jiro waxyaalo badan oo xilliga hore aan misli ahayn ayaa maanta misli oo markaa isku wada leeg marka maa xasara wuxuu koobay baa la yidhaha kaylun oo wasnun wajaasa salamu fihi ka nuxaasin waa nuxaastii wa qutnin iyo markaas cudbigii waxa weeye markaa wixii la miisaamayay wixii kale markaa la miisayana dee waa raashinadii iyo markaas wixii biyaha wixii noocaas ahaa laa haaliyati wamacjuunin wajaasa salamu fiihi dib alqana ku saarayaayo haaliyadii haaliyadu waa nooc cudug ama unsiga ka mid aho dee waxa miski iyo kaafuur iyo cambar iyo duun imiga unsiga inta wax ee ay dumarkaasi isaga geeyaan malayn mays kaas isagu misli maaha wamacjuunin iyo shayga macjuunka ee isagana markaa la ysku cajimay ee la ysku qooshay ee markaa la ysku qalday kaasina isaguna mithli ma aha oo salamkii ayaan ku banaanayn deriskeena qaybtiisa hore halka inoogu joogto wallahu aclam falaw qad duqta min xalwaahu tacman la aatharta attacalluma wajtahadta walam yushgilka canhu hawan mutaacun ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أتيت فيه طويل باع
وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فاحصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.